اهلا وسهلا ومرحبا بالمتابعين ومتابعات جريدة نيشان الان. حنايا مع متضررين من مشروع الغالي، يعني هاد الناس هادو اللي عانوا المده ديال 7 سنوات وباقي لحد الساعه لا انصافيه اللي تواصل مع هاد الناس ولا مسؤول اللي يقدر يقول لهم ارزقهم المصير ديالهم. ممكن تهز مولاي الميكرو؟ تفضل مولاي، يعني بغيناك تقربنا من واش كاين شي حل. درنا كاع شي حل، خلينا كاع قربنا كاع الزيت. نتمنى من الله ديما عندنا الامل، ديما عندنا الامل، خصنا كاع الناس والاشياء ديالنا. الحمد لله عندنا دور اللي تكون مستساف في القانون، كنا تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله الله نصره الله. عندنا المفسدين راه كثار ماشي مكاين اول مره، ولكن الناس الثقه في الله وكل الناس الثقه في القانون. انا واحد من الضحايا ديال المشروع الرخيص. في الشهر. وقلتي ماشي مشكل باش يعرفوا الناس بان انا سيكيورتي. انا سيكيورتي وما كاينش سيكيورتي في المغرب باش مليون ولا مليون ونص بريمات. السيكيورتي هذه ما هو الحاضر. وقلتي ماشي مشكل. غادي نتقاتلوا واحد العام ونص، قال لنا هو عام شويه قال عام ونص. حنا نصبروا نتسلموا من الكومنتات القضيه. خصو واحد 4.5 مليون ونسكنوا. استقلنا من 2019 انا رزقنا بسبع العائلات كامله. عقب باع بارطمان جوج مرات، كاين اللي باع عليه 3 مرات. مشينا الاولى جوج مرات ولا 3 مرات. مشينا عند العمده كونها عمده ديال المدينه وكانها وزير الاسكان. ما كاين حتى حد باب يدقيناه حتى نكتسب وسط الجوعنا. دابا تالخيط هذا النداء تنوجه لصاحب الجهاز، لان هو قوات المغاربه كامله. الله ينصر سيدنا. الله ينصر سيدنا. وكيف سمعتوا متابعين ومتابعات جريدة نيشان الآن، يعني هاد الناس هادو صبروا ما فيه الكفاية. 7 سنوات ديال الصبر، 7 سنوات ديال يعني 7 سنوات ديال الصبر، 7 سنوات ديال العذاب. يعني هاد الناس هادو، يعني مولاي، يعني واش اليوم جيتوا امام ولايه جهه مراكش يعني للمطالبه بالحق ديالكم؟ اليوم جيتوا امام ولايه جهه مراكش للمطالبه بالحق ديالكم. تواصل معكم شي حد؟ كاين شي تواصل؟ شحال مرة كنجيو في إطار المشروع؟ شرد وصار باش نقول لك خلقت ازمات يستحيل انك تعاود تخرج هذا السنوات اللي كانت فيه الا بعد سنوات ومعاناه معاه. هذا المشروع هذا خرج على خصام كثيره. حنا جينا هنايا نطلبوا السيد الوالي بلي يعتذر يقول في هذا الملف هذا اللي صراحة ما لقيناش ليه الحل.
قفل لينا اي باب الا وطرقنا الا وكيتسد وجهنا. قلنا هذا الباب هذا ديال السيد الوالي مع ان المنمره وقفنا هنايا وطالبنا بلقاء لا السيد الوالي السابق ولا السيد الوالي الحالي الا وما تلبسش المنطق ديالنا. حاليا حاليا ما وقفنا قدام الباب ديال الولايه خلو الناس يدعاو السيد الوالي بانهم ناس مهمين ويشوفوا الحاله ديالنا وكنتسناهم دابا باش يخرجوا لنا بالمعطيات ديال الاجتماع ديال الاجتماع ديال الاجتماع. شكرا مولاي وتنتمنوا يكون شي حل اقارب متتبعين ومتتبعات جريده نيشان الان. شكرا على المتابعه والى اللقاء.